أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى كشك الصحافة، حيث نطالع فيها أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة اليوم. والبداية من موقع بوست، والذي عنون من محافظة إب: ميليشيا الحوثي تختطف فتى يبلغ من العمر 15 عاما للضغط على شقيقه الأكبر للحضور لديها. وقالت مصادر محلية في إب للموقع بوست إن ميليشيا الحوثي والمخلوع اختطفت مساء اليوم الثلاثاء إبراهيم الهمداني من متجر والده بإحدى ضواحي مدينة إب. وبحسب المصادر فإن الميليشيا تحتفظ بالهمداني رهينة لديها حتى يحضر شقيقه الأكبر. كما قامت الميليشيا بإغلاق المحل التجاري الخاص بالأسرة في منطقة جوبلة غرب مدينة إب. يتابع الموقع بوست: يذكر أن الميليشيا ترتكب انتهاكات متواصلة بحق أبناء محافظة إب منذ احتلالها منتصف أكتوبر 2014. وإلى موقع التغيير نت، والذي عنوان: القائم بأعمال السفير الروسي بصنعاء، موسكو تعترف فقط بالحكومة المعترف بها دوليا والصحفيون غيروا كلامي. وتقول التفاصيل: نفى القائم بأعمال السفير الروسي في صنعاء أوليغ دريموف ما ردده إعلام الحوثيين والصالح من أن بلاده تدعم المجلس السياسي الأعلى الذي شكلته الجماعة وحليفها الرئيس السابق. وقال دريموف في اتصال هاتفي: إن الصحفيين في صنعاء غيروا كلامي، في إشارة إلى محاولات المتمردين الترويج لتصريح الدبلوماسي الروسي باعتباره دعما دوليا لمجلسهم السياسي. وأكد المسؤول الروسي أن موقف بلاده واضح، إذ لا يمكن لروسيا قانونيا الاعتراف بشرعيتين وتعترف فقط بالحكومة المعترف بها دوليا وبقرار مجلس الأمن الدولي 2216. كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقالا عن فنان اليمني الكبير أبو بكر سالم، طاف عبر صوته بمراحل تمر بها البلاد، وتذكر مع كلماته المغناه الكثير من مناطق البلاد وأحداثها. وقال الرويشان: في اليمن فمرض أبو بكر سالم، واعتلت البلاد فاعتل أروع وأجمل أبنائها، الفنانون والشعراء والأدباء والنابهون تماما مثل ذبول وتساقط زهور الشجرة. زهرة الشجرة هي الأكثر حساسية للرياح الهوج وللقحط، تذبل أولا قبل أن يغلق عينيها الغبار الأسود وتتهاوى. ولقد كان أبو بكر سالم وما يزال أكبر وأروع زهرة في شجرة الغناء اليمني، 60 عاما من الغناء المستمر، 60 عاما وهو على الذروة وما يزال. أسمعه يغني حتف الحجيرة فاستيقظ البدوي الضبياني في داخلي، ذلك البدوي المتوقد الذي أروضه طوال الوقت بلا جدوى. أسمعه يغني: يا طائرة طيري على بندر عدن، فتتماوج في الروح مدينة عدن ورقتها وسحرها وعذوبة أهلها. أسمعه ينشج: يا عين لا تذرف الدمعة، ما دام لك في الأمل شمعة، فأشرب الأمل وأغتذي بحكمة حضرموت امرئ القيس. أسمعه يغني: عوض الله ليالي الأنس في وسط سيئون، فأستحيل حنينا وضوءا، تغسلني هذه الأغنية وتغسل المكان والزمان، يصبح كل شيء أكثر نقاء وصفاء. ولعل هذه الأغنية أن تكون درة أغنيات العشرين سنة الماضية. ذات مساء كنا على موعد مع مهرجان ضخم لتكريمه ولغنائه، كان مبهورا مسحورا بضخامة عدد الجمهور الموجود. قلت له: ومثلهم في الشارع؟ فأجابني: هذا ما لم يحدث لي في أي حفلة في أي مكان. لقد غنى وأطرب تلك الليلة أمام 10,000 على الأقل في صالة الرياضية الكبرى. أبو بكر سالم ليس مجرد مطرب، بل دولة طرب، وليس مجرد صوت، ولكنه عاصمة أصوات. إنه اليمن الذي نعرفه ونحب. وإلى موقع المصدر أونلاين، والذي عنون في صفحته الرئيسية: بعد يوم من اغتيال قيادي في الإصلاح، مسلحون يغتالون إمام مسجد وسط مدينة ذمار. وعنوان من الجوف: سقوط 10 جرحى بقصف صاروخي للحوثيين على مدينة الحزم. ومن العاصمة: طائرة إغاثية
تهبط في صنعاء بعد إعادة التحالف فتح المطار للرحلات الإنسانية، كما عنون المصدر أونلاين: القوات الحكومية تفرض حالة الطوارئ في مدينة التربة ومحيطها منذ أمس. وإلى موقع يمن مونيتور والذي عنون في صفحته الرئيسية: طوارئ في تعز اليمنية بعد اقتراب الحوثيين من آخر منافذها نحو الجنوب. وتقول التفاصيل: تعيش محافظة تعز اليمنية حالة طوارئ عسكرية غير مسبوقة مع اقتراب الحوثيين من إغلاق المنفذ الأخير الذي يربط مدينة تعز بمحافظة لحج. وقال سكان محليون اليمن مونيتور إن دوريات عسكرية جابت مساء الثلاثاء مدينة التربة جنوبية تعز والمناطق المحيطة بها، وحذرت الأهالي عبر مكبرات الصوت من الخروج من منازلهم في أعقاب التقدم الذي أحرزه الحوثيون والقوات الموالية أو الموالية للرئيس السابق صالح باتجاه هيجة العبد، الطريق الذي يربط تعز بمحافظة لحج جنوبا. وأفاد سكان أن الأوضاع بدأت تنفجر منذ اليومين الماضيين بعد قيام موالين للحوثي بنصب كمين للقائد العسكري في الجيش الوطني أمين الأكحلي، ما أدى لمقتل اثنين من جنوده بعد اشتباكات معهم. وحدة الأوطان خط أحمر مقدس. تحت هذا العنوان كتب البحريني علي محمد فخرو مقاله المنشور في صحيفة القدس، وقال الكاتب: ما هي قمة الأولويات في المشهد العربي الراهن؟ في اعتقادي إنه الرفض الكامل لأي حل في أي قطر عربي مبتلا بصراعات داخلية يؤدي إلى تقسيم ذلك القطر على أي أسس كانت، خصوصا إذا كانت أسسا دينية أو مذهبية أو ثقافية، بل وحتى إن كانت أساسا سياسية. هذا القول ينطبق على الأخص على أقطار العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان، وهو بالطبع سينطبق أيضا على كل قطر آخر مرشح لدخول المحن والإحن نفسها التي تعيشها تلك الأقطار الخمسة. لا يختلف اثنان في أن الأولويات الأخرى من مثل الانتقال إلى الديمقراطية أو رفع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس أو محاربة الفساد هي الأخرى بالغة الأهمية، ولكن بشرط أن لا يكون ثمن الوصول إليها تجزئة الأوطان. كل تلك الأولويات ستتحقق إن عاجلا أو آجلا، فالشعوب العربية ستظل تناضل سنة بعد أخرى من أجل تحقيقها، وهي شعوب أثبت تاريخها ويثبت حاضرها أنها شعوب ذات مخزون هائل من الإرادة وبذل التضحيات الجسام، ولذا فإنها أولويات تستطيع الانتظار والتأجيل إذا فرضت الظروف ذلك. أما أولوية وحدة الأوطان فإنه لا يمكن التلاعب بها أخذا أو عطاء، قبولا مؤقتا أو حلا لأي إشكالية. ففي أمة هي في الأصل والأساس قد فرضت عليها التجزئة، فإن تجزئة المجزأ هي عبارة عن انتحار عبثي، وهي دخول في تيه تاريخي مظلم ومجهول العواقب. تجزئة المجزأ هي خط أحمر على المستويين الوطني والقومي، وهي إعلان حرب على الكينونة الوجودية للوطن العربي كله وللأمة العربية كلها. إلى موقع عدن تايم والذي عنون في صفحته الرئيسية: حول الحالة الأمنية في واحدة من أهم مناطق العاصمة المؤقتة عدن، بعنوان: عدن الكشف عن مخبأ تنطلق منه العمليات الإرهابية. وقال الموقع: تمكنت قوات الحزام الأمني في منطقة جعولة من مداهمة أحد أوكار الجماعات المتطرفة التي كانت تتخذ منه مخبأ لها للقيام بعمليات إرهابية كانت تستهدف العاصمة عدن. كما تمكنت ذات القوات من إلقاء القبض على أحد أفراد التنظيم وبحوزته عبوات وألغام معدة للتفجير والعديد من الأسلحة والذخائر بأنواعها وبعض المنشورات والأقراص المدمجة التي تحتوي مواد تحريضية ضد الدولة. ووفقا للموقع فقد تم أيضا ضبط سيارتين مفخختين كانتا معدتين لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مدينة عدن. ومن عناوين عدن تايم: مسؤولون حكوميون الانقلابيون يستقبلون عناصر القاعدة المنسحبة من أبيان. موقع عدن الغد ركز أيضا على الحالة الأمنية في عدن
وعلق: شرطة المنصورة لعدن الغد العثور على 23 لغما أرضيا في كومة قوامة. وقال عمر بن عاطف مدير شرطة المنصورة في تصريح لعدن الغد إن جنود الشرطة عثروا على 23 لغما أرضيا في حي عبد العزيز، وقد تم نقل الألغام من قبل خبراء متفجرات تمهيدا لإتلافها، فيما تقوم الشرطة بإجراءات التحري لمعرفة من قام برمي هذه الألغام وسط الحي. وعبر مدير الشرطة عن تقديره للمواطنين الذين أبلغوا الشرطة عن وجود الألغام. وقبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حيث نبدأ من تحقيق يكشف تحقيق نشرته صحيفة العربي الجديد حجم التحديات الصحية جراء انقطاع الدواء عن مرضى السرطان في اليمن. وقالت الصحيفة إن معاناة مرضى السرطان تتزايد، ما يهدد بقائهم على قيد الحياة، خاصة بعد تخفيض الموازنة الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى النصف، وفي ظل العجز المستمر لوزارة المالية برفض مركز الأورام بالموازنة الكاملة، فإن المشكلة ستظل تراوح مكانها. ويقول التحقيق الذي أشرف على سيره شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية أن منفذ التحقيق وثق 10 حالات لمرضى يعانون السرطان، تبين أن 4 منهم توقفوا عن العلاج في مركز الأورام بسبب انعدام الأدوية الخاصة بعلاجهم، والآخرون يحصلون على الدواء الكيميائي فقط من مركز الأورام، ويشترون أدوية مناعية وداعمة بتكلفة تتراوح بين 60 إلى 400 دولار. يتابع التحقيق وفقا لقائمة الأدوية الناقصة بمركز علاج الأورام التي وثقها معد التحقيق، فإن 80% من أصل 450 صنفا من الأدوية والمحاليل الطبية التي كان المركز يوفرها في العادة نافذات من صيدلية المركز في مطلع مارس 2016. وأطلقت الوزارة نداء استغاثة إلى وزارة المالية والمنظمات الدولية في الأول من ديسمبر 2015 بعدما أبلغهم المسؤولون في مركز الأورام عن قرب نفاذ الأدوية. البيان الإماراتي تابعت أحد الموضوعات المترجمة عن اليمن والذي جاء تحت عنوان: التنظيمات الإرهابية ترتكب فظائع غير مسبوقة في البلدين، فتنة اليمن وسوريا نتيجة عقود من الاستبداد. وقالت التفاصيل: انتهت الجولة الأخيرة من محادثات السلام بشأن اليمن من دون أن تحقق إنجازا يذكر وسط معارك متواصلة بسبب عدم التوصل إلى أرضية مشتركة قد تفضي إلى تسوية. وبالتزامن مع ذلك دخلت الأوضاع في سوريا مرحلة جديدة أكثر تعقيدا إلى حد كبير، حيث قد يؤدي تصعيد الأعمال العسكرية إلى المزيد من التأخير في استئناف المحادثات. وتضيف الصحيفة: هناك ملامح لافتة فيما تشهده كل من اليمن وسوريا، وتعتبر الأزمة في كلا البلدين محصلة مباشرة لعقود طويلة من حكم الاستبداد القائم على الفرد الذي حرم السواد الأعظم من المواطنين حقهم الطبيعي في المشاركة في إدارة شؤون البلاد. وتستمر البيان في موضوعها المترجم: وفي سياق مشابه انتفض الشعب في كلا البلدين لإنهاء حكم الأقلية والدفاع عن الحقوق المغتصبة والمطالبة بالمشاركة في الحكم ومحاربة الفساد واستعادة المكتسبات الوطنية المسلوبة، حيث يجب إنشاء مؤسسات ديمقراطية طبيعية. اليمن: انقلاب مربع وخريطة بلا طريق. تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الله مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، وقال الكاتب: الحالة اليمنية بحاجة إلى عملية جراحية حقيقية ودقيقة تعالج الأزمة من جذورها.
فالدولة العميقة لم تغادر المشهد منذ 2011، والحوثيون أضافوا إليها طبقة سياسية عسكرية وإدارية تحت التدريب يأكلها الحماس الثوري على طريقة الإيديولوجيا الإيرانية، فتشكلت خلطة عجيبة في إطار تحالف طائفي بشقيه السياسي البراغماتي التقليدي والديني الصاعد المتشدد. وهو تحالف مرحلي كبير لمن يعرف اليمن، لكنه لا يقبل البقاء لفترات طويلة، فكل التجارب السابقة تشير إلى أن كل التحالفات في اليمن انتهت إلى صراعات عنيفة وتصفيات للرموز وحروب مختلفة. حين بدأت عمليات التحالف العربي في اليمن كانت مفاجأة كبيرة، وظن الكثيرون بأن هذا التحالف بمكوناته وقواته قادر على تغيير المشهد الانقلابي والعودة إلى ما قبل تاريخ 21 من أيلول عام 2014 واستمرار حصاد ما يسمى بمؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية وغيرها من السرديات التي سادت في فترة ما بعد ثورة فبراير اليمنية. لكن مع الوقت ظهر أن المعارك لا تحسم في ظل غياب قوات نظامية وكبيرة على الأرض، بل يطول أمدها وتشتد وطأتها على المدنيين وتتضاعف مآسيها، وتقود كما هو الحال إلى مناورات سياسية تخرج عن الأهداف التي أعلنها التحالف والمتمثلة بإنهاء الانقلاب وإعادة الشرعية والمسارات السياسية، بل أنها ربما ستعيد إنتاجا مزدوجا لسلطات ما قبل 2011 بتحالفاتها الجديدة وما سيصاحبها من مخاطر كبيرة على الداخل والجوار. اليمن لا ينفع معه السلام الهش والنظرة الأممية السطحية والدفع بالمتحاودين إلى إبرام اتفاقات عامة مسكنة لبعض الوقت سينقلب عليها من يمتلك القوة الأكبر كما شاهدنا في أوقات مماثلة. قالت صحيفة الخليج في عنوان بارز لها إن الحوثيين يفرضون التجنيد القسري على أهالي صنعاء، وأكدت الصحيفة أن الحوثيون دشنوا حملة غير مسبوقة لاستقطاب تعزيزات من المقاتلين الجدد لتعويض الخسائر الفادحة التي تتكبدها ميليشياتهم الانقلابية في مختلف الجبهات من خلال اللجوء إلى ممارسة ضغوط على سكان العديد من الأحياء الشعبية في العاصمة صنعاء. وأكد عدد من سكان أحياء عصر وعطان ومدينة الليل بمنطقة مذبح في تصريحات متفرقة للخليج أن الحوثيين سيروا عربات مكشوفة تجوب الأحياء وتوجه عبر مكبرات الصوت دعوة إلزامية للسكان بسرعة الإسهام في تعزيز صفوف ما يسمى باللجان الشعبية التي تخوض المعارك إلى جانب القوات الموالية للرئيس المخلوع في مختلف جبهات القتال، منوهين بأن الحوثيين هددوا بفرض غرامات مالية باهظة على كل من يتخلف عن الالتحاق باللجان الشعبية. واعتبر خبير عسكري تحدث للصحيفة أن لجوء الحوثيين إلى محاولات فرض التجنيد القسري على سكان الأحياء الشعبية بالعاصمة إلى فشلها في استمالة القبائل المحيطة بصنعاء لدعم صفوف الميليشيات بتعزيزات من المقاتلين الجدد. وإلى صحيفة الشرق الأوسط حيث عنونت ميليشيات الانقلاب تواصل تفخيخ أحياء تعز بالألغام انتقاما لطردها منها. وقالت التفاصيل مع اتساع رقعة المواجهات في محافظة تعز وتوسعها لتشمل أرياف ومديريات حيفان والصلو وجنوب شرقي المحافظة، تواصل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح زرع الألغام في الأحياء السكنية عقب كل هزيمة تلحق بها. تتابع الخليج لا تكتفي الميليشيا بذلك، بل تقوم بتفجير منازل الأهالي وعبارات المياه وكذا الطرق الرئيسية. وقال قيادي في المقاومة الشعبية في تعز للشرق الأوسط إن جماعة من التابعين للميليشيات الانقلابية تسللت وقامت بزرع ألغام وفجرت عبارة في هيجة العبد التي تعد شريان الحياة الوحيد الذي يغذي تعز والطريق الوحيدة من تلك المنطقة بين محافظتي عدن وتعز. المعنى الحقيقي للقيادة، تحت هذا العنوان كتبت مديرة برنامج الحوكمة الاقتصادية العالمية في جامعة إكسفورد نايري ووتس مقالا نشرته صحيفة الخليج. وقالت الكاتبة:
اعتقد الأمريكي جورج مارشال أن الزعامة عامة ليست مسألة خطابة بل شخصية، وعلى وجه الخصوص يتعين على الزعماء أن يعرضوا ثلاث سمات رئيسية لكسب القدر اللازم من الثقة لكي يتسنى لهم القيادة بفعالية: العزم والنزاهة والكفاءة. وهو يرى أن العزم يعني تقديم المصلحة العامة في الأهمية على المصالح الشخصية، ولا يزال هذا النوع من الزعامة موجوداً. ولكن في الكثير من الحالات أصبحت السياسة مسألة ترويج للذات وسباقاً لرفع التصنيف، ففي ثقافة المشاهير اليوم لابد أن يكون الساسة شخصيات. والمشكلة ليست أن هذا من الممكن أن يؤدي إلى انتخاب قادة غير مؤهلين على الإطلاق فقط، بل تكمن المشكلة أيضاً في أن حتى القادة المؤهلين بمجرد انتخابهم ربما يواجهون صعوبة كبيرة في التخلص من العناصر الشخصية في عملية اتخاذ القرار وخدمة بلدانهم بتجرد وموضوعية. وقد عرضت هذا المنحدر الزلق بوضوح مذكرة كشف عنها مؤخراً كجزء من تحقيقات لجنة شيلكوت في المملكة المتحدة، وكانت موجهة من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إلى الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في الفترة التي سبقت غزو العراق. تبدأ المذكرة بالتالي: سوف أكون معك أياً كان. كان يتحدث عن قيادة بلاده إلى الحرب، ورغم هذا تشير لغته إلى أن ارتباطه الشخصي بالرئيس بوش أتى على نحو أو آخر سابقاً في الأهمية لواجبه كرئيس وزراء. الواقع أن القيادة بالعزم وليس الشخصية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجرد الذي اعتبره مارشال أساسياً، فبمجرد تقلدهم لمناصبهم يتعين على الزعماء أن يتصرفوا بنزاهة وصراحة، كما يتعين عليهم أن يقاوموا إغراءات استخدام سلطتهم الرسمية لمصلحة أنفسهم أو أسرهم. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، ودعونا نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور.